إلى بوابة الجمهورية ونقرأ اعتقال 5 مشبوهين بهجوم باريس بينهم جزائري وباكستاني. أعلن مصدر قضائي فرنسي أن قوات الأمن اعتقلت 5 مشبوهين لضلوعهم في الهجوم الذي وقع قرب مجلة شارل إبدو الساخرة في العاصمة باريس صباح اليوم. أعلنت الشرطة أنها اعتقلت المشتبه بتنفيذ الهجوم وعلى ملابسه أثار دماء قرب درج دار الأوبرا المجاورة على بعد 500 متر من مكان الاعتداء، وأنه من أصل باكستاني وعمره 18 عام. وأضافت أن أحد الموقوفين جزائري الجنسية أن الادعاء يسعى لتحديد ارتباطه بالاعتداء. وقع الحادث صباحا عندما هاجم شخص يحمل ساطور شخصين كانا يدخنان بالقرب من مقر الصحيفة وتسبب في إصابتهما بجروح مختلفة. إلى بوابة الشروق بنقرأ منها 20 قتيل إثر تحطم طائرة عسكرية في أوكرانيا. أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية عن مقتل 20 شخص في تحطم طائرة عسكرية حسبما أوردته فضائية بي بي سي العربية في خبر عاجل مساء الجمعة. رصدت وسائل إعلام دولية في وقت سابق من مساء اليوم تحطم طائرة عسكرية في أوكرانيا وقع على إثرها عدد من القتلى. إذا نرجع تاني للحادث فرنسا، بينضم لنا عبر الهاتف كاتبة الصحفية فابيولا بدوي. سيدة فابيولا صباح الخير. صباح النور، أهلا بحضرتك. آخر تطورات الحادث وهل توصلت الشرطة بشكل نهائي لمنفذ الهجوم ولا هو اشتباه فقط؟ لا، يعني هو بطبيعة العادة استخدام كلمة اشتباه لحين الانتهاء من التحقيقات، ولكن بالنسبة لمن يتابع هنا يعلم اللغة جيدا. يعني بالأمس تم القبض على شخص في البداية وتم التأكيد أنه أحد المشتبه بهم. في نهاية اليوم وصباح اليوم اللغة مختلفة، أن هذا الشخص مشتبه أنه منفذ العملية، هذا بعد عدة ساعات من التحقيقات. هنا نعلم أن الموضوع يعني الوقت انتهى، خصوصا أنه تم التصريح عن اسمه جنسيته سن، يعني كافة التفاصيل. أيضا الشخص الآخر 33 عام جزائري أنه مشتبه أنه العقل المدبر للعملية، هذا بعد التحقيقات. يعني حينما يتم التصنيف بهذه الطريقة يعني بطبيعة الحال يكون هذا هو الفاعل، هذا هو العقل المدبر. هناك 5 تحت الحجز والتحقيقات هم يقطنون مع الفاعل في نفس السكن، وبالتالي هل هم ضالعين في هذا؟ حتى لو لم يقوموا بالتنفيذ، حتى لو لم يوافقوا كونهم لم يبلغهم أيضا تحت السلطة القضائية، ولكن المؤكد أن الفاعل والمدبر قد تم الإمساك بهم. طيب أستاذة فابيولا، ممكن يعني من خلال الملامح الخاصة بالتحقيقات هل ظهرت الدوافع؟ سيتم تصنيف هذا الحادث على أنه يعني عمل إرهابي؟ أهم الملامح اللي خرجت من التحقيقات إيه؟ يعني الحقيقة ما تذكريه هو مهم جدا، لأن تصريح وزير الداخلية لحد كبير كان صادم بالنسبة لنا، أنه قال أن الحادث ملامحه إرهاب إسلامي. عادة لا تستخدم كلمة إسلامي، يستخدم إسلام سياسي، تشدد ديني، تطرف، ولكن الصيغة كانت بالفعل يعني ربما غير لائقة أو غير مناسبة. لا، هو وزير الداخلية تصرح في لقاء إعلامي أن الحادث هو تحت بند الإرهاب الإسلامي. نعم. مع طبعا التحفظ على يعني على التعبير. ربما يعني في عجاله علينا ان نعود ان شارل إبدو تم تهديدها الاسبوع الماضي. وتم تهديدها قسوة عبر ايميلات للمسؤولين مجددا. طبعا تم ارسال هذه التهديدات، حتى انه البعض منهم نقل خلال 10 دقائق من منزله الى منازل اخرى سريه. بعدها في نهايه هذا الاسبوع يوم الاربعاء الماضي اصدرت 100 وسيله اعلام فرنسيه بيان شديد اللهجه يتوجه الى الحكومه والى المواطنين تضامنا مع شارل إبدو، على اعتبار أن المجتمع يقسم مع حرية التعبير وضد حرية التعبير، وأننا لن نقبل أن تكون هناك مجموعة
تقوم بإرهابنا لتغيير قيم الجمهورية، وفرنسا تضرب، وهذا نشر في كافة وسائل الإعلام يوم الأربع الماضي. بالأمس تنفذ العملية، وبالتالي هناك ربط كثير بين التهديد ورد الفعل المجتمعي. نعم، يعني لا يمكن أن تكون صدفة. أيضا يوم 2 سبتمبر كانت بداية محاكمة الفاعلين لشارل إبدو من 5 أعوام، هي الجلسة الأولى، وهذا الشهر تتوالى الجلسات، وبالتالي هناك ربط كبير. ولهذا كانت يعني بالأمس قوة الشرطة طوقت دائرة كبيرة جدا من مساحة الحادث، منع الأطفال من مغادرة المدارس، كل من كان في متجر أو في مكان يعني لزمه لوقت وساعات طويلة لتمشيط المكان، خوفا من أن تكون هناك عمليات أخرى أو أن يكون هناك مشتبه بهم أكثر من هذا سيقومون بعمليات أخرى. ربما كان حاضر العمليات التي تمت في 2013 وكانت متفرقة، ولهذا يعني يوم الأمس كان يوم صعب، والجميع يربط بالتهديد الذي وصل. أستاذة فابيولا، حضرتك تحدثت عن أمر مهم جدا، وأن كان في معرفة أو خلفية عن أنه بوجود تهديدات لهذه المنطقة تحديدا، لكن فكرة الضربات الاستباقية أو يعني التحوط لمثل هذه الأحداث، يعني ليه لم يكن وارد من قبل الشرطة الفرنسية وفقا للتحليلات أو الآراء؟ يعني هو حضرتك الشرطة كانت موجودة وتعاملت بشكل سريع، ولهذا القبض على الجميع بشكل سريع، ولكن أيضا علينا أن ننوه أن عملية الأمس هي رمزية، لأن هذا المقر هو المقر السابق لشارل إبدو وتم إخلاؤه بالكامل، وشارل إبدو نقلت إلى مكان سري منذ 5 أعوام منذ حادث الذي تم بها إلى مكان سري غير معلوم، هي تصدر من مكان سري منذ 5 أعوام، بما يعني أنها مؤمنة بالكامل. حتى التهديدات التي وصلت عبر الإيميل والرسائل الإلكترونية تم نقل الأشخاص إلى الأماكن السرية. المبنى به شركة إنتاج، ومن أصيبوا بالأمس هم موظفين بشركة إنتاج، وهذا يعني أن الفاعل هو قصد أن يصحح رسالة. هو إذن في النهاية يريد إيصال رسالة فقط، ولا وهو يعلم تمام العلم. لو كان المكان سري تنوقع ضحايا، يعني هي مسألة في سياق رمزي جدا، ولكن شارل إبدو بحد ذاتها هي مؤمنة بالكامل، يعني لا أحد يعلم من أين تصدر. نشكرك شكرا جزيلا الكاتبة الصحفية الأستاذة فابيولا بدوي، شكرا جزيلا لك.